السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم وكل عام وأنتم بخير. وموعدكم اليومي مع نصيحة يومية مقدمة من كلية الصيدلة جامعة حلوان. نصيحة اليوم تخص مرضى ارتفاع ضغط الدم وصيامهم للشهر الكريم. والسؤال اللي بيطرح كل عام، هل صيام رمضان ضار أو الصيام عامة ضار لمريض الضغط؟ الإجابة بتكون لأ، مع تطبيق مجموعة من التعليمات أهمها وأولها هي استشارة الطبيب المعالج المتابع للضغط عشان يحدد لك المواعيد الصحيحة لأخذ الأدوية، لأن في أنواع من أدوية الضغط العالي بتكون بتأثر على نسبة المية في الجسم وتأثر على نشاط الكلى، فمحتاج إنك تعرف الميعاد الصحيح لأخذها والجرعة الصحيحة ليها، واللي في الغالب بتكون في الفترة بعد الفطار مباشرة وما بتتاخدش في الفترة بتاعة السحور. تاني نصيحة بينصح بيها مريض الضغط هو إن يشرب كمية كبيرة من السوائل لا تقل عن 2 لتر يوميا. ده بيساعده بشكل كبير في الحفاظ على ضغطه خلال فترة الصيام، كمان الحفاظ على ضغط الدم خلال فترة الصيام. يفضل بشكل كبير الابتعاد عن الضوضاء والمسيرات العصبية وعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة لفترات طويلة. بعد الفطار يفضل إن سفرة رمضان تكون غنية بالخضروات والفاكهة، ويكون مريض الضغط ليه نصيب منها بشكل كبير، لأنها غنية بالعناصر زي البوتاسيوم والمغنيسيوم اللي بيساعد في تقليل الضغط. كمان يفضل وينصح بتقسيم وجبة الفطار على جزئين، جزء بعد الفطار يكون سوائل وتمور ومشروبات سكرية، وجزء بعد أذان العشاء عشان نقلل بشكل كبير تخمة وكمان نقلل تناول الأطعمة الدسمة. كمان تناول الأسماك يعتبر من الأدوية الطبيعية اللي هي غنية بالأحماض الدهنية اللي بتساعد في تنظيم الضغط. وكمان يفضل او ينصح بزياده نسبه الكالسيوم في الفتره ما بين الفطار والسحور، عشان من خلال تناول مجموعه من المنتجات الحليب او الالبان زي الزبادي عشان غني بعنصر الكالسيوم اللي بيساعد في تقليل الضغط. كمان وبشكل كبير والنصيحه الاكبر لمريض الضغط سواء في رمضان او غير رمضان هو الامتناع تماما عن تناول الملح او اضافه الملح الى المأكولات او اكل المأكولات المالحه زي المخلل، لأن الملح يعتبر السم الأبيض بالنسبة لمريض الضغط وبيساعد بشكل كبير في ارتفاع ضغطه سواء خلال فترة الصيام أو أي يوم من الأيام العادية. فترة الصيام برضه تعتبر وسيلة ربانية للمدخنين أو فتن المدخنين للإخلاء عن التدخين، لأن التدخين من ضمن طبعا المساوئ الكتير ليه هو رفع ضغط الدم. كمان يعتبر فترة الصيام فرصة ربانية أخرى لمرضى السمنة أو اللي عندهم زيادة في الوزن إن هم يحطوا نفسهم زي تحدي لإنقاص وزنهم خلال فترة الصيام شهر الكريم، ويحددوا لنفسهم تارجت أو هدف معين إن هم يخسوا خلال الشهر ده، لأن تقليل نسبة الوزن بتساعد بشكل كبير في تقليل الأمراض اللي ممكن يتعرض ليها الجسم زي انسداد الشرايين، واللي بدورها برضو بتساهم بشكل كبير في ارتفاع ضغط الدم. طيب امتى مريض الضغط يكسر صيامه او يلجأ لكسر صيامه، او ايه ناقوس الخطر اللي ممكن يدق ليه خلال فتره الصيام فتخليه يكسر صيامه؟ حالات زي نزيف الانف والصداع الشديد وفقدان التوازن والاغماء، دي كلها من الحالات اللي يفضل فيها المريض يكسر صيامه وياخد دواء الضغط ويراجع الطبيب المعالج. في النهايه اتمنى تكون نصيحه اليوم اضافت لحضراتكم معلومه جديده، وكل عام وأنتم بخير، وتقبل منا صالح الأعمال يا رب، ورمضان كريم. شكرا جزيلا.